ينضم الينا عبر سكايب من رام الله دكتور حسين حمايل الناطق باسم حركه فتح. مرحبا بك دكتور معنا على شاشه العربيه. ما تقوله حماسي انها ضد انفراد الرئيس ابو مازن بتشكيل هذه الحكومه خاصه في هذا التوقيت، وتقول انه بذلك يستبق الاجتماع الخاص بالفصائل في موسكو. مساء الخير لك يا اخت رشا، ومساء الخير للاخوه المشاهدين. يعني واضح انه ما كنا نخشاه من سلوك حماس في تعطيل موضوع إعمار غزة وفي موضوع مصلحة الشعب الفلسطيني الآن بدأ يخرج في تصريحات كيانة حماس. أولا عندما يتكلموا عن موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية عليهم أن يأتوا إلى القانون الأساسي الفلسطيني. القانون الأساسي الفلسطيني يقول أن الحكومة من صلاحيات السيد الرئيس ومن صلاحيات منظمة التحرير كمرجعية لها. واليوم نتكلم نحن عن حكومة فلسطينية، يعني هو لا يعقل يا أخت رشا بعد حجم الكارثة الهائل الذي يحصل في قطاع غزة يخرج علينا موسى أبو مرزوق تارة، ويخرج علينا فتحي حماد تارة، وأسامة حمدان تارة، ويقول بأنه نسق مع الفصائل. يعني مش معقول. إحنا اليوم إحنا بنحكي عن شعب يذبح، إحنا بنحكي عن حجم كارثة طامة في قطاع غزة. أولادنا اليوم يا أخت رشا في قطاع غزة بوكلوا من الأرض، أولادنا بيلتحفوا السماء وأطفالنا. إذا كان عند حماس شهوة للحكم يا أخي، على الأقل خلي الحرب توقف، على الأقل إحنا نشكل حكومة فلسطينية تستطيع إعادة الإعمار في قطاع غزة. يعني إلى يومنا هذا لا نعلم ماذا تريد حماس. قال إسماعيل هنية بأنهم يريدوا الدخول إلى منظمة التحرير، تم التواصل معهم، وإلى يومنا هذا من حين ومن شهرين إلى يومنا هذا يقولوا بأنهم سيعودوا، مش عارفين بده يدخلوا منظمة التحرير أو لا يدخلوا. هم في هذا المحور أو في ذاك المحور. الموضوع أصبح اليوم يا أخت رشا أكبر بكثير من مناكفات سياسية ومناكفات إعلامية من قيادة حماس. يعني مليون قطاع غزة، أهلنا في غزة يموتون ليلا نهار. الموضوع مش شهوة حكم، ولا الموضوع نفوذ، ولا الموضوع بحاجة إلى برستيج وتصريحات اليوم عبر الفضائيات التي شاركت في قتل الشعب الفلسطيني من خلال تصوير ما يحصل في قطاع غزة بأنه جيش يقابل جيش. يعني خلينا نتقي الله في هؤلاء الأطفال، في أهل غزة، في من أجل العمل لتشكيل حكومة فلسطينية تكون مقبولة دوليا. وفي النهاية مش رايحين إحنا كفلسطينيين يكون همنا هذه الحكومة تتبع إلى الفصائل ولا تتبع لمن. طيب هذه الحكومة ما قاله مصدر من حماس أن النقاش يجب أن لا يكون حول الأسماء ولكن حول آلية التشكيل ومرجعية الحكومة. هم يقولون هذا الأمر ردا على طرح مسألة تغيير حكومة أشتية، ويقولون أن ليست لديهم مشكلة مع أشتية أو غيره، المهم أن يحدث تشكيل الحكومة بتوافق وطني، لا تشارك حماس في الحكومة ولكن يكون التشكيل وفقا لتوافق بين كافة الفصائل. بماذا ترون الرد لديكم في فتح؟ أولا أخت رشا، أسامة هم يعني تصريحاتهم تتعارض مع بعضها. أسامة حمدان يقول تشاورنا مع الفصائل، طيب وفي هناك حكومة تكنوقراط، وذاك يقول بأنه يريد حكومة يعني بغض النظر عن الأسماء، وما لهم حكومة مشكلة مع حكومة الدكتور محمد الشتية، وكثير يعني هاجموا هذه الحكومة للعلم، والتصريحات موجودة. السؤال الأهم الذي يطرح الآن، أولا الموضوع عشان نوضح إحنا هذه القضية، موضوع الحكومة الفلسطينية يتم التداول فيه وفي وقت قصير سيتم الإعلان عنه، ولكن الأهم من قصة من هي الأسماء لهم يتم التداول مع من دكتور حمايل إذا يتم سمحت. يا أختي أنا حكيت لك منذ البداية، القانون الفلسطيني الذي نحترمه وعلى حماس أن تحترمه مع أن انقلبت عليه في 2007، القانون الفلسطيني يقول بأن الحكومة من صلاحيات الرئيس الفلسطيني يشكل حكومة فلسطينية لمساعدته في إدارة شؤون البلاد. هيك القانون الفلسطيني. يعني عمليا إذا إحنا نتسلح في إيش اليوم؟ مش نتسلح في القانون الفلسطيني؟ إذا هي من صلاحيات الرئيس. صرحوا بأنهم يريدوا الدخول إلى منظمة التحرير، وتم التواصل مع إسماعيل هنية وفي موضوع هذا التصريح على أساس أنه نحن كحركة فتح نرحب بدخول الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير. اليوم بدأوا في موضوع المناكفة. أنا اليوم من خلال شاشة العربية أدعو حركة حماس وأدعو المكتب السياسي في حماس ألا يكونوا من خلال هذه التصرفات عائقا في مصلحة الشعب الفلسطيني بما يخص إعادة إعمار غزة. اليوم همنا الأكبر كفلسطينيين لا المناصب
ولا من يحكم قطاع غزة ولا شهوة حكم ولا حكومة غيره. قادرة على إنقاذ غزة، وهذا يتطلب أن يكون هناك قبول دولي. نعم قبول دولي بها حتى يتم الدعم ماليا لغزة، هذه نقطة حساسة ومهمة. نعم يا أخت رشا، يعني إحنا عمليا عندما يقول حكومة فصائل وحكومة تكنوقراط وغيره، الموضوع اليوم الذي تسعى له القيادة الفلسطينية ونحن كحركة فتح ندعمه، بأن يكون هناك حكومة فلسطينية يعني لا تعيقها إسرائيل. يا إخوان إحنا نتعامل مع عدو مجرم، مع فاشية نازية إجرامية، عالم مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. طب هل أنتم على استعداد للتشاور مع حماس بشأن الأسماء المقترحة بشأن تشكيل هذه الحكومة؟ هل أنتم في فتح على استعداد لهذا الأمر؟ هناك اجتماع للفصائل سيعقد في موسكو، هل يمكن أن يتم طرح؟ تفضل. لا يوجد لدينا يا أخت رشا أي فيتو على أي فلسطيني، ولكن التصريحات التي تصدر من حركة حماس هي نفس التصريحات التي كانت تصدر قبل كل قرب أي حوار وبعد نجاح أي حوار. تعودنا على هذا الكلام، وأهل غزة اليوم تعودوا. يعني هو مش معقول أنتوا اليوم في بعد 140 يوم من الدماء على يد هذا العدو وهذا الإجرام بحق الشعب الفلسطيني تيجوا تختلفوا مع الناس وتبدأوا تصرحوا وكأنه الموضوع يعني في كسور عاجية جالسين ومباراة ودعاية عبر الفضائيات بأنكم أنتم جماعة فقط همكم الآن الحكومة الفلسطينية. طب يا أخي أنتم صارت الحكومة الفلسطينية لحماس وكنتوا أنتم حكومة الأرض الأمر الواقع على قطاع غزة. طيب هناك من يقول أن الإعلان اليوم عن رغبة فتح في تشكيل حكومة يأتي ردا على تلويح أسامة حمدان بأن الفصائل ستقوم بتشكيل حكومة، وبالتالي البعض يقول أن ما جاء من فتح هو ردة فعل على مقترح حماس أو على ما كان يبدو أنه تحرك سابق من حماس. غير صحيح هذا الكلام. أولا موضوع تشكيل الحكومة، الحكومة لم تشكل ولم يسمى رئيس الحكومة إلى يومنا هذا أخت رشا. وموضوع استقالة حكومة الدكتور محمد شتية التي أصلا هي وضعت نفسها تحت تصرف السيد الرئيس. عمليا استقالة الحكومة لن يكون في السر، وإعلان الحكومة لن يكون في السر، وإحنا عمليا ما نتعامل بردات فعل. يعني إذا هم بيعتقدوا أنه إحنا نتعامل بردات فعل على تصريحات أسامة حمدان، كل يوم عندهم تصريحات بخونوا بكفروا بشهروا واللي بدهم إياه بحكوه. مش هذه القصة، القصة أنه هناك شعب يذبح في قطاع غزة. هل هذه التصريحات، أنا بسأل حماس اليوم سؤال وقيادة حماس السياسية بسألهم سؤال، هل هذه التصريحات تخدم أهلنا الذين يذبحون والذين يلتحفون السماء في قطاع غزة؟ الجواب لا يا أخوان، بكفي. اليوم قطاع غزة تدمر، الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الذي اتهموها والذين شهروا بها ويشهروا بنا إلى يومنا هذا، نقول لهم همنا مش حكم ولا أسماء ولا غيره. طيب دكتور حمايل، بعيد عن القلب، هل بالفعل فكرة تغيير الحكومة هل فكرة تشكيل حكومة جديدة وإقدام الرئيس أبو مازن على هذا الأمر جاء نتيجة ضغوط أمريكية كما يردد البعض؟ غير صحيح هذا الكلام. وأنا بدي أحكي لك إشي، إحنا في قانون فلسطيني أساسي نحترمه ولم نقبل إملاءات لا من أمريكا ولا من أصغر دولة في هذا العالم. إحنا بالنسبة لنا موضوع التغيير والإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية كان هناك برنامج مطروح من الحكومة الفلسطينية أصلاً في عام 2022، وكان هناك تغييرات عديدة ستقوم بها القيادة الفلسطينية. أولاً أمريكا لا يسمح لها التدخل بالشأن الفلسطيني التي أعاقت هي أصلاً أمريكا الإصلاح في موضوع السلطة الفلسطينية عندما دعمت موقف إسرائيل في عدم إجراء انتخابات في القدس. وأخت رشا، الرئيس أبو مازن عندما كلف حكومة إسماعيل هنية في عام 2007 كان هناك ضغوط شديدة على الأخ الرئيس أبو مازن بعدم تكليف حكومة إسماعيل هنية، وأصرينا حسب القانون وكلف الرئيس أبو مازن في عين حكومة إسماعيل هنية التي حصرها العالم. اليوم الإشي بدي يفهمه الشعب الفلسطيني وبدي تفهمه كل الدنيا، الموضوع ليس بحثا عن حكم ولا بحث عن كراسي. الموضوع اليوم أكبر من ذلك بكثير يا أخت رشا. الموضوع اليوم في ناس في غزة بلا بيوت بلا مساكن. بالتأكيد حضرتك أوضحت هذه الفكرة، ولكن الحكومة المطروحة دكتور حمايل لتحكم كما نفهم نحن الآن غزة والضفة الغربية، أليس كذلك؟ وبالتالي البعض يقول أن وفقا للانتخابات تقول حماس أنها
فازت في الانتخابات وبالتالي هي حكومة شرعية في غزة، كيف ستتعاملون مع هذه المعضلة؟ لا لا، هذا 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 الموضوع أنهى موسى أبو مرزوق من 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 بداية الحرب عندما قال الأنفاق لحماس وأهل غزة لهم الأنوروا. عمليا هم من يحكموا، هم سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة. ولكن أنا بحب أذكرك في شيء مهم، أن الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات التي سبقتها هي لم تجزئ الوطن ولم تدفع في يوم من الأيام رواتب للضفة دون غزة، وهذا حق لهذا الشعب العظيم في قطاع غزة. الحكومة الفلسطينية كانت تقوم بما عليها من التزامات في البنى التحتية، في التعليم، في الصحة، في التحويل، في كل ما له علاقة بالشعب الفلسطيني. وحماس كانت هي سلطة الأمر الواقع على قطاع غزة، وقد رأيناهم الأسبوع الماضي وقبل أسابيع كيف قاموا بالاعتداء على النساء والأطفال في المدارس. يعني شعب غزة مش ناقصه إلا ينضرب في العصي بعد هذا الإجرام الذي أجرمه في هذا الاحتلال. طيب وقتنا انتهى دكتور حسين، ولكن سؤال أخير بنعم أو لا، هل تم الاستقرار على اسم السيد محمد مصطفى كرئيس للحكومة؟ إذا إلى الآن الخبر الرسمي إلى الآن في 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 مشاورات في هذا الموضوع. نعم. الأخ محمد مصطفى شخصية وطنية فلسطينية نقدرها، والأخ الدكتور محمد شتية هو قائد فتحاوي فلسطيني برضه نقدره ونحترمه. نعم. وتأكدي تماما أن الموضوع مش سر، في لحظة الاستقرار على اسم أي رئيس وزراء سيتم الإعلان عنه بشكل أشكرك رسمي دكتور. وسيتم دون أن يكون هناك أي أمور نخفيها عن شعبنا العظيم. دكتور حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح عبر سكايب من رام الله، تحياتي دكتور.